سياسية بما يتعلق بالمجلس الدستوري، وهذا مؤسف. ثاني شيء، استعرضنا المهرجان الخطابي يلي عم بصير اليوم، كله عن الخارج، عن سوريا وعن حزب الله، كأنه ما في عنا مشاكل تانية نحن لازم نعالجها. وبعدين يعني كمان نسينا الحقبة يلي أدت لهون، هي بسيطة كتير. كان في ناس لازم يتولوا الدفاع عن لبنان، مسؤولين شرعيين، عملوا فراغ، عبور مسلحين استجلبوا قوة تانية بدها تدافع عن حالها لأنن الخلفية. بهالبساطة نحكي عن ثالث شغلة، لم نحكي لا عن الأولى لا عن أول حقبة، حقبة التزامات القوات الشرعية المنوجية، ما حكينا عن الحقبة الثانية وقت كرسنا المسلحين والمنطقة العازلة ومنطقة الانطلاق للمسلحين على سوريا. عم يحكوا عن السيادة، السيادة كانت تمتد كمان من مشاريع للزبديني اللي كانت جمهورية رئيس بلدية ترسال، هاي مش تحت السيادة. فإذا تجزئة السيادة ما بتتجزأ، سيادة وحدة لا من واحد، ما في واحد يتركه. الطبيعة تكره الفراغ، الفراغ الشرعي جاب المسلحين، المسلحين جابوا حزب الله. بس حابب أعطي هالصورة وأكتر حكي بالموضوع لأنه ما بيعود البحث ينتهي. طالما ناس بيحكوا عن القسم الأول لازم يقدر يكون موجود، ناس بيحكوا عن القسم الثاني يلي ما لازم يكون موجود. كل الآراء من قسمي حول الموضوع، لأنه ما حدا عم بيحكي عن الواجب وعن الأشياء اللي لازم تصير بالمطلق صحيحة. هلا لوين بتوصل؟ لا مذكرات بتشيلها ولا مذكرات بتحطها، في أمر وياها تخطى جميع القوى الموجودة بلبنان، لا يتخطاهم، لأنه لا واحد صوته طالع من لبنان ومن مصلحة لبنان. اللي بده مصلحة لبنان نحن جاهزين نحكي معه، بصرف النظر إذا كنا سياسيا معه أو مش معه. مدعو ليشوف شو بده، بس نسحب له حزب الله من سوريا ومن القصير ومن له نضب هوني. شو بده طيب من بعد منها هاني؟ ما بده قانون انتخاب، ما بده شيء حتى نقدر نكمل بمؤسساتنا الشرعية. ليش مش من ساعة تألفت الحكومة بالألفين وحداش هالمقاطعة الانتظار المتمادي، حتى الكل اللي بالحكومة، بعض اللي كانوا بالحكومة ما تأثروا صاروا كمان يأجلوا حتى بشريعة عمرانية ما بدهم يعملوا، حتى انفاق، حتى ضمن الأزمة اللبنانية كانوا عم بتزيد وتتفاقم. تعطيل الإدارة والتعيينات مش كلها هيدا مسلسل انقلابي على الذات. هلأ بناخد نقطة من بحر، نقطة مي من بحر، ومنعلق عليها كل الأحاديث، ننسى شو جنت أيدينا. كل اللي عم يصير على الحدود اللبنانية كله من صنع أيادي بعض المعارضة، كل المعارضة وبعض الموالاة في أثناء حكومة المئاتي. بعض الحكومة وكل المعارضة وصلوا هيدا الموضوع لهون. هلأ ما بنسمع إلا مزايدات، يعني ما شفنا حدا ناخذ قرار أو طلب من الجيش يكون هونيك هو المسؤول عن إرسال وجواره. صار عدة جرائم على الجيش، انتركت القوات المسلحة، راحت ردود الفعل الطبيعية للمؤسسة العسكرية. العسكري ما بيقاتل بيخاف، وبس ما يخاف، بس يخاف بطل يطلع منه نتيجة. الحمد لله في عنا بعد قوة، في عنا بعد قوة، ولكن هالقوة بدنا نحافظ عليها. مو نحافظ عليها إلا إذا اشتغلت وفقا للقوانين العسكرية بحفظ الأمن، وفقا للقوانين العسكرية ضمن القتال
الحرب. بقى كتار لاطيين وين؟ ورا العجز، ناس ناطرين ورا الانتظار زيته. طيب هلا لا صار في مشكلة هلا بعبره، ما بعرف شو تطور اليوم، بيقولوا هلا في مشكلة بعد الظهر بعبره، لا يتطور المشكلة. قديش كان هالقد، هلا صار هالقد، هلا ما بقى فينا، ما بعرف شو بدهم يقولوا هلا، إذا فيهم ولا ما فيهم. طيب مين عمل نهر البارد؟ لحد هلا مين عرف؟ مين بيتذكر؟ يمكن نسينا انه في عندنا نهر البارد 2007. اي دوله بعثت المسلحين؟ مين الدوله اللي سحبت هويتها من هون؟ لا سكتوا عنا بالقضاء، لا سكتوا عنا بالخيار العسكري، لا يقتل فرانسوا الحاج، لا فلان خايف على حاله. شو السبب؟ كلهم هون. لا يفرق اسم من الموقوفين اللي بيحرزوا الكبار من السجن، مين هربهم؟ مين أهمل على مدى سنوات؟ كلهم هيدي هالإهمال المتمادي، هالتلاعب من قلب المسؤولين بقوى الأمن الداخلي وببعض المواقع الثانية، كله هذا وصلنا للحالة اللي نحن فيها. يما بيكون في ضمير عند لوارب بهالبلد، تعالوا تفضل نصرف نحويهم سوا حتى نقلص لبنان. يا ما إذا ما نضل على كثرة الحكي ما حدا في خلص لبنان لوحده. والأشياء اللي بتتعمم على كل الناس لا مش صالحة. نحن مشتغل، نحن الوحيدين بكل فخر صوتنا من رأسنا. في ناس بتعسولوا عدنبو بمدينة شرقية بيصرخ هون، ناس بتعسولوا عدنبو بأمريكا بيصرخ ببيروت، ناس بأوروبا، ناس بأفريقيا، كله بيطلع الصوت هون، ومن صوتهم نعرف لونهم. فإذا تفضلوا يلي ما عندكم ارتباط وصوتكم من راسكم، فينا نتفق نحن وياكم، لأنه البلد بده إنقاذ. الإنقاذ مش بهالشكل هيدا، لا بجامعة الدول العربية ولا بالأمم المتحدة ولا عند أمريكا ولا عند روسيا. إنقاذ وطن هو بتضامن أهله للمحافظة عليه. جنرال اليوم خلينا على مستوى السؤالات تكونوا على مستوى اللي حكي ليه هلا، ما بدي مين فركس الثاني بالشارع. لا ما في تفركس جنرال. جنرال الوزير جبران بسير اليوم لصحيفة شرق الأوسط قال أن حزب الله طعن التيار أول سكين بموضوع التمديد للمجلس النيابي، وغرز السكين أكثر في موضوع تعطيل النصاب في المجلس الدستوري. متى يطلق حزب الله رصاصة الرحمة على العلاقة مع التيار وعلى ورقة التفاهم؟ لا الطعن يمكن الجريدة عنوان يطار، نعرف لون السياسي عنوان شيء راب القلب، المعنى غير شيء. الكل طعنونا بالتمديد، لأنه التمديد لو شلنا أصوات حزب الله حطيناهم برا ما بيسقط التمديد. التمديد كان مطعون من الكتائب، من القوات، من كل اللي مددوا تيار المستقبل، 14 أدار، 2 أدار، من الكل سواء من عدينا. بس أنا هودي اللي راحوا تظاهروا ضد التمديد حطوا صور النواب كلهم. قديش أنت بدك تحذرون؟ حطوا لنا صورنا ما ورشقون بالبندورة. أنه هيدا شو يعني؟ هودي فوضويين كمان. لا مش عم يقدروا ميزوا مين بدهم يدعموا ومين ما بدهمش يدعموا. ورا مين ماشيين هودي؟ شو بده يطلع منه؟ عم بحكيك انه هودي اللي قدروا يتحركوا بالشارع ما قدروا ميزوا. مش عامل لك ينقوني ليدر لالهم، يمكن عندهم افكارهم اللي بدهم اياه هن، بس بقضيه معينه ما بتدعم؟
كمان مشو جاي من اللي بيعتبروا حالهم الطبقة الأولى بالمجتمع اللبناني وبيعمموا كل الزعرانات على كل السياسيين مثل كأنه ما في حدا. هلا بيحكوا كل مجلس نواب زعران، ما كلهم بدهم يمدوا لحالهم وفكروا بحالهم. لا الحمد لله على كل حال في الطبقات الشعبية والمثقفين بيفهموا، بس اللي بينزلوا على الشارع أغلبهم لا، بينزلوا ضد كل العالم وليش ما ناري. وهلا كمان على مستوى عالي إنه كل العالم عم تخرب لبنان. لا مش كل العالم، نحن عم نشتغل من لبنان، وهلا أتني كل العالم تعرف إنه صوتنا من رأسنا هو لمصلحة لبنان. فينا نكون مع إكس، فينا نكون مع إيجريك، فينا نكون مع زد. وبينت الأحداث الأخيرة بالعمل بقانون الانتخاب إنه تعاوننا مع اللي معهم سياسياً ومع اللي ضدنا سياسياً حتى نقدر نوصل لقانون، وكلكم تعرفوا الباقي. جنرال، كيف تلقيتم كتكتل تغيير وإصلاح قول البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إن 14 و8 أدار عطل البلد؟ بعتبر هون التعميم على 2 ما بعرف شو مقصود فيه، بس نحن مش 8 أدار ولا 14 أدار. بالأساس نحن أساس 14 أدار، انسحبنا منها لأن فات عليها بارازيت كتير. صفينا تكتل التغيير والإصلاح. هلا تفهمنا نحن وحزب الله، ولكن نحن اسمنا تكتل التغيير والإصلاح. جنرال، الرئيس سلام اجى حتى يعمل حكومة للانتخابات، اليوم ما فيش انتخابات، فأي حكومة حضرتكم بتحبوا انه تكون بالبلد؟ هل حكومة حيادية او حكومة وحدة وطنية؟ بده يكون حيادي، بده يكون قوي حتى اذا يحفظ حياده، لان الحيادي وضعيف كل الناس بتمد ايد عليه. يعني حكومة وحدة وطنية من اللي عم تسميهم هلا يلي يسترجعوا صوتهم لأنه موظفين وبالخارج، يجوا حتى نتفق على برنامج إنقاذ للوطن. جنرال، ما هو موقفك من الحملة ضد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان من قبل بعض حلفائكم في 8 أدار؟ وتبلت نلاحظ أنها تزداد، وخصوصا التسريب الأخير لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وهجومه على رئيس الجمهورية. ولا هن أقرب مني لرئيس الجمهورية، بيعرفوا شو في بيناتهم. يعني جنرال، قلت الجميع طعنونا بالتمديد، من طعنكم بالمجلس الدستوري مش حلفائك؟ لا، لعبة التغطية للقسم اللي ممثل هونيك جوا بعتقد غطوا بعضهم، ناس غطوا التمديد وناس غطون بالمجلس الدستوري. بعدين بتعرف فيها بالتفصيل أكثر. جنرال، كيف بتشوف كلام الأمين العام لحزب الله أنه سنتدخل حيث يجب التدخل؟ هو ما بيحس بيقدر أنه في خطر عليه بده يعمله. واضح، ما بده شرح هذا الكلام. هل تؤيد يعني تدخله خارج الحدود؟ مش عم سألني أنا أعطيت رأيي. سأل. هناك شعور لدى جمهور التيار أن العلاقة مع حزب الله من قبل التيار أنه متشرس بهذه العلاقة. أما الحزب الله بالنسبة للتيار وطن الحر متعيز ومستقبل ما كثير بقى يعني هذا استنتجك الشخص مش استنتجك التيار.